السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. النهاردة هنقدم لحضراتكم فيديو جديد ووصفة جديدة وحاجة جديدة نعملها مع بعض إن شاء الله. أتمنى أن تنال إعجابكم وتحوز على رضاكم. بس قبل ما نعملها مع بعض هنقول لحضراتكم إذا عجبكم وصفاتنا، إذا عجبكم فيديوهاتنا، وإذا عجبكم أكلاتنا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لايك، وشير، إعجاب، واشتراك على القناة، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم مننا كل جديد. وهنبدأ دلوقتي على طول نقول هنعمل ده لكلوك حريمي. هنبدأ مع بعض نقول لكلوك حريمي ده هنعمله إزاي، أو رجالي لو شلنا من عليه الفيونكة ده ممكن تلبس رجالي بالفيونكة اللي إحنا حاطينها دي ممكن يبقى حريمي عادي يعني. وهنبدأ مع بعض على بركة الله نعمل اللكلوك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول حاجة مع بعض احنا هناخد حتة ملتون كده بواقي زي ما انتم شايفين، هنخلي المطة بتاعتها كده الناحية دي وهنقصها على اتنين. هناخد مقاس الرجل كده اهو وهنقصها على هيئة اللي هو الرجل من تحت كده زي فرش الشوز كده بالظبط اهو. كده بقى عندنا الفردتين اهو تمام. هنخلي دول كده على جنب وهناخد، طبعا احنا اتفقنا ان المطة كده، هناخد حتة اهي من هنا كده ونفس الارتفاع ده كده ده هنوصله في بعضه كده، وده هناخده نخيطه على الدورة. ده هنقص من هنا كده على نفس المساحة دي كده اهو، وهناخد ده كده والتاني زيه اللي هي الرجلة التانية. هنسويهم على بعض كده نشيل الزيادة كده. ده بقى عندنا اللي هو الحرف بتاع اللاكلوب كده اللي هنخيطه كده تمام. فاضل عندنا الحتة اللي هي من قدام، هناخد حتة كده نص كده هناخد دي كده الدوران شوية كده اللي هي هتبقى السقف، الحتة اللي قدام كده اللي هي هتبقى البوز بتاع الايه اللاكلوك. هنبدأ دلوقتي نخيط مع بعضين. هو اللاكلوك كده ايه يعتبر ايه، احنا قصينا كل الحاجات بتاعته. لو حابين نعمل فيونكة هناخد حتة صغننة كده ونحطها هنا نعملها فيونكة. احنا كده ايه معانا ده كده كده قصينا اللاكلوك. هنبدأ بقى نخيط مع بعض. أول حاجة هناخد الشريطين دول كده نوصله من هنا كده بسم الله. والتاني زيهم من ناحيتين، احنا كده بنوصل من ناحيتين يعني الناحية دي والناحية دي بنقفلهم على بعض تمام. بقت معانا دي كده، هنجيب
ده كده اهو، ده اللي هو اللي احنا قلنا شبه فرش الجزمة او شبه فرش الشوز اللي احنا قاصين القعر بتاع الايه، وهناخد ده كده من اول فين، من اول قدام هنا، وهنبدأ نخيط كده اهو اهو. بالدوران بقى كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هندور مع الدوران بقى عندنا ده كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. هنجيب ده ونبدأ، بس هنصغرها شوية عشان تبقى على القد بالظبط. تمام كده، وهنبدأ نركبها هنا كده. لو جينا قلبنا ده كده بقى عندنا الرجل اهي، شكل الرجل اهي زي ما انتم شايفين كده. حابين نحط فيونك هنا في المكان ده، هنعمل كده اهو، وهنخيطها هنا كده في المكان ده. كده بقت عندنا الفيونكة اللي هي على الرجل. هنعمل الفردة التانية مع بعض بنفس الطريقة. احنا طبعا مقفلين دي اهي، هناخدها كده من البداية من هنا، نشيل الزيادة طبعا، وهنبدأ نخيط كده. هناخد فرماتورة في المكان ده كده، هنبدأ نركب الحتة اللي هي بتاعة الوش التانية بتاعة الفردة التانية. طبعا بنخلي الوش على الوش عشان يطلع كله مظبوط اهو.
طلع معانا كده اهو. هناخد حتة زي الحتة التانية اللي احنا عملناها في يونكة صغننة كده، ونتنيها لجوه كده ونركبها هنا. كده بقى عندنا الفردتين زي ما انتوا شايفين كده، الفردتين اهم. هنجيب حتة قماش مشط زي كده اهي بتمط، وهناخد منها جزء كده زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نقفله من هنا كده على المكنة من هنا كده. طبعا الحتة معانا على المكنة اهي زي ما انتوا شايفين اهي. هناخد فرمطورة والحتة التانية زيها، وناخد الفرمطورة بتاعتها. دلوقتي بقى احنا لما خيطناها من هنا كده هنبدأ نعمل كده اهو. هناخد الطرف ده على الطرف ده وهنتني كده بنفس المنظر ده كده، تمام اهي. والتانية زيها، الطرف ده على الطرف ده كده، وهنروح عاملينه كده من هنا ونروح قلبين كده. بقى كده عندنا المشط او الاستيك بتاع اللاكلوك. هنبدأ نجيب اللاكلوك كده نقلبه تاني كده ونركب ده هنا كده. هنعمل كده كده اهو، وهناخد ده على ده كده ونبدأ نخيط على المكان. هنبدأ نخيط كده الخياطة على الخياطة ونظبط كويس جدا كده اهو اهو. هنبدأ نخيط كده، بسم الله، ونشد كده. طبعا ناخد بالنا عشان الناحية اللي تحت متهربش مننا كده. كده. هناخد التانية مع الفردة التانية كده اهو. الخياطة على الخياطة كده، وهنبدأ نخيطها زي التانية بالظبط. هنشد فوق ونرخي تحت كده. طبعا كده خلصنا. هنبدأ نقلب اللاكلوك كده. خلصنا اللاكلوك تماما اهو زي ما انتم شايفين كده، سهلة بسيطة ما فيهاش اي مشكلة خالص اهي. دي فردة اهي، دي الفردة التانية اهي. اتمنى النهاردة ان فيديو النهاردة يكون عجبكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.